وكن مواليا لأهل الحق أهل الصلاح والتقى والصدق، فصحبة الهداة والأخيار وقاية من آفة الأوزار. فاصحب من الناس فتى كريما متزنا في رأيه حكيما، سمحا صفوحا طاهر السريرا، طلق المحيا مستقيم السيرا، يغضي حياء هيبة من ربه، يدعوه خوفا طامعا بقربه، يعف دوما عن بذيء الكلم، ليس بذي سخط ولا تجهم. إن قال قولا فهو فيه صادق، فلا يماري فيه أو ينافق، وليس في أخلاقه تكلف ولا رياء لا ولا تعسف. يقيل من أساء عند العثرة، يقبل عذر من هفى بزلة، عند اللقاء يقبلا مسلما، يبش في وجه الأنام باسما. أخلاقه زانت بسمت وأدب، عن كل قول سيء قد احتجب، يخشى عذاب ربه من فوقه، ويتقيه قائما بحقه. في سدف الليل تراه ساجدا لذي الجلال قانتا وعابدا، يرجو من الله دوام رحمته وأن يثيبه دخول جنته. فكل مثل ذا الفتى مواليا، واجعله خلا للرشاد هاديا، اصحبه والتمس له منك الرضا، فإنه نعم الولي المرتضى. ولا توال من عصى مولاه، شيطانه اللعين قد أغواه، فالله ربي في الكتاب قد حكم بحرمة الركون للذي ظلم. وكل من إبليس قد أضله، فحكمه براءة منا له، فالله مولى كل عبد مسلم، ومن عصى فما له من مكرم. فقد أتى في محكم التنزيل، في قول رب الخالق الجليل، من يركنا لهؤلاء الظلمة، تمسه نار الجحيم المظلمة. وإن بلاك الدهر في لئيم أخي فجور فاسق ظلوم، فلا تصاحبه ولا تقعد معه، فإنه في طبعه كالإمعة، وإنه مكابر حقود، لكل خير منكر جحود، وإن من صفاته الدناءة والفحش في الكلام والإساءة. خصاله خسيسة ذميمة، والبعد عنه للفتى غنيمة، إذا صنعت في لئيم خيرا فسوف تلقى جفوة وضيرا. فإن أتاك فر منه واهربي، كما تفر من مريض أجربي، أعاذنا الرحمن من شر الفتن، ما كان منها ظاهرا وما بطن.